شويه حق بداياتك الفنيه. ايه اوكي. وحق علي عبد الله تو سنتين. قبل سنتين. العمر كله ان شاء الله. الله يسلمك. شنو الرساله اللي توجهها حق علي عبد الله ايام الزيتون؟ ما ادري. لا ما يصير ما ادري ما يصير ما يصير يعني ما ادري مو اجابه اليوم. يعني من اول البوم قصدك؟ يعني انت اليوم وصلت الى خبره فنيه معينه. اي نعم. تجربه، اصدارات وايد، سنجلات وايد. لما نطالع على عبد الله هذاك الوقت وقت نسيتيني، شنو تقول؟ شنو ممكن توجه له رساله؟ اوجه له؟ اقول له برافو عليك. ايه برافو عليك، لانه كان صغير عمره 16 سنه وداحر، يعني ما كانوا راضين اهلي وداحر. ايه ولين دش المجال، برافو عليه والله. وغيرنا يعني الظروف العائليه، هم داحرت الكبار كنا او داحرت الشباب اللي يعني كانوا انا اصغر واحد بدشيت المجال. اي اصغر واحد، ما كان في اصغر مني. يعني دشيت الباجي كلهم كبار كانوا. فالحمد لله والالبوم لاقى نجاح وايد كبير. يعني بذاك الوقت ما كان في النت والامور هذه. اي ومنو فينا ما سمع نسيتيني وما حدها يعني. الحمد لله يعني.